السلام عليكم. تنشكر هاد الإذاعة تاع صوت العدالة اللي لحقات لي صوتي وواكبتني، وتنشكر السيد وكيل الملك اللي كاين في المحكمة البدائية بالفضل ديالو. عيطوا ليا وعيطوا ليه وسمعوا ليا وتسمعوا ليه، وتنطلب الله تبارك وتعالى كيوقف معايا السيد وكيل الملك ديال المحكمة البدائية في مدينة مراكش. تنشكرو وتنطلب الله تبارك وتعالى يقبض ليا حقي في هاد الجمعية، راه ماشي هي الرئيس، في الجمعية في أمين الصندوق وفي مرتو اللي عطاتني التواصل ونصبوني. وتنشكر المجتمع المدني وتنشكر بزاف بزاف بزاف. راني اليوم انا فرحانه الحمد لله، فرحانه وتلج ليا صدري والحمد لله نصفني جلاله الملك. وتنشكرو شكر جزيلا، وتنشكرو في المحكمه ديال مدينه مراكش، وتنشكر السلطات، وتنشكر وكيل الملك. وكيل الملك راه اليوم راه ارتاح ليا عقلي، اليوم راه ارتاح ليا عقلي وتلج ليا قلبي الحمد لله. كاين الله، كاين الله، وإلا زدت على هاد الجمعيه وعلى رئيس الجمعيه إلا زدت عليهم شي حاجه يقبطوها يقبطوها ليا من خيار حسناتي. إلا زدت عليهم شي حاجه في وسط الفيلا ديالهم وعطوني وراقيه وبقات لهم طريطه الاخرانيه وخلصتها، وهذيك التزهيزه راه كلهم جاوا عندي قال لك ها التواصل اللي عندنا هما باش بنينا. ودفعت بلان البلديه، وملي مشيت للبلديه باقي دابا الدوسي في البلديه قال لي رئيس الجمعيه سيري صايبي لي سيري جيبي لي هذيك الورقه من عند رئيس الجمعيه. رئيس الجمعيه تكى عليا وقال لي الملك وما يعطيها لي. ملي صيفطنا الجمعيات وكل شيء قال لي عشرات المليون. من هاد الحاله ديال عشرات المليون، هاد الحاله اللي ما عيني انا فتحت لك صب جلاله الملك. شوف حالتي، وانا بغيت التحقيق، انا بغيت التحقيق حتى في راسي. والسلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تجاني عبد الرزاق رئيس الجمعيه الوطنيه حمية المدينه. حنا من هذا المنبر يعني تنشكروا السيد وكيل جلاله الملك بمحكمه الابتدائيه على التجاوب ديالو وعلى الشكايه والتظلم اللي وقع لهذه السيده. حنا كما واكبتوا معنا يعني حنا من الجمعيات اللي واكبوا هذه السيده واعتصموا معها في الساس ديالها، واللي يعني حاولنا يعني باش نوصلوا يعني الصوت ديالها يعني المسؤولين. والحمد لله هذا الشيء يعني دار واحد اللي قال هذاك خضع واحد الاستجابه. وتنشكروا مره اخرى يعني السيد الوكيل على التجاوب ديالو من هذا المنبر. وصراحه حنا ما كاين ما نقولوا، ان الناس كيشتوا السيده يعني البلاصه اللي عايشه فيها، يعني الحوايج كيشتوهم فين حاطينهم البوطات والحوايج، وهذا كي تشوفوا راه بيت واحد هو اللي كاين، وقاعده مع بنتها هنايا، بنتها وهي، وكيشتوا الدراري وشتوا هذه الحاله ديالها. يعني تنطلبوا من الله عز وجل يعني يسر ليها وتاخذ كي تتعرفوا بناوي بلاد باش يحط 45 مليون باش ينوض يتنقد ويحيد من العشوائي يحيد هذا، الا ان يعني تتزيد تيبقى يعني نفس باع بلاد من اللي وراه واللي قدامه وبقى في نفس الحاله. وشكرا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الاسم كامل كنوز رشيد، رئيس جمعيه الخير للتنميه الاجتماعيه والثقافيه وعضو في الجمعيه الوطنيه لمحاربه الفساد. تنشكركم اليوم كاعلاميين اللي تبعتوا الحاله ديال هذه السيده من الاعتصام حتى للمنزل فين ساكنه مع بنتها هنا في العشوائيه، وعندها تشوف الحاله المزريه فاش عايشه. حنا بغينا هذه الصوره الحمد لله ما تبقاش لنا في البلاد ديالنا ديال شي مواطن تيطلب حقه. بغينا هذه الحاله الناس المسؤوله يتفتح تحقيق بلا ما يعود يتجه وكيل جلاله الملك. نا وكيل جلاله الملك كيوصلوا النداء
تاخذ القرار وعطى الناس المسؤوليه ديال لابي جي، وكنشكرهم لهذا المربر بزاف انه لابي جي الحمد لله حتى يوصل هذا الشيء دوسي بحال هكا كيخدموه بتحقيق، وفاتحين دابا الحوار على هذا الملف ديال هذه السيده. الشكر جزيل لهم جميعا، وكنشكروا جميع المواطنين داخل المغرب وخارج المغرب على التضامن ديالهم مع هذه الاسره اللي كانت بتشرد، وراه ربما شاد الضيع انه كل ما قعد مع المجتمع المدني واحد ربع ايام تما راه ربما كنت دار شي كارثه في راسها، دات البوطات دات حاله نقول لك، يعني الانسان في هذيك الحاله لما لقاش لي ازرو يقدر يجي حاله في راسه. كنشكر المجتمع المدني الحمد لله اللي عطانا واحد 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 الصبر، انه كيجيو ربعه تيمشيو ثلاثه تيبقاو مع مهندسين، حتى انا نقول لك حتى جوج الليل تنبقاو مع الحمد لله باش تحس بانه راه هي في وسط المغرب، ما خرجتش على برا، ماشي هي لاجئه، هي مغربيه الحمد لله في وسط خوتها المغاربه، والحمد لله الدوله ديالنا راه دوله الحق والقانون. وكنشكروا السيد الوكيل جلاله الملك على المحكمه الابتدائيه اللي عطى التعليمات ساميه ديالو، الحمد لله عطى تعليمات الحمد لله في 24 دقيقه باش يتفتح تحقيق لهذا الضرر، باش ترفع الضرر لهذه المواطنه. وما بقى لنا ما نقولوا الا الشكر، انه حتى تشوف الناس مسؤوله تتجاوبوا مع المواطن بحال هكا، تنقول بعض الناس مسؤوله بحال هذا السيد الوكيل، بحال الناس اللي بغاو مصلحه البلاد. اني كنفرحوا حنا كمجتمع مدني وكنقولوا باقي الخير في البلاد، والتحيه لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين، رزقو عبد الرزاق رئيس الجمعيه الحسنيه للتنميه. تنشكركم على التغطيه اللي كنتوا كتبنا بها في الاعتصام اللي كانت لهذه السيده هذه اللي كانت ضايعه في الساس ديالها، واليوم كي قلتوا هذه هما الصحافه اللي تدير التتبع. تنشكركم من هذا المنبر اللي جيتوا تشوفوا تاع السيده ذاك الكلام اللي كنا تنقولوا ديك النهار بانه هذه السيده راه ضعيفه جدا، وكي كنت قلت لكم بانه راه ساكنه حدايا هنا في التعاونيه الحسنيه، حنا تنعرفوا الكبيره والصغيره بانه السيده راه ما فحالهاش، والحمد لله والشكر لله مني السلطات والدوله المغربيه ديالنا تتواكب وتتابع المواطنين ديالها وتتبغي تقبل لهم حقهم. من هذا المنبر ديالكم تنشكروا السيد الوكيل جلاله الملك على التدخل السريع اللي في الحقيقه، وارتحنا داخليا حتى حنايا تنقولوا المجهودات ديالنا والاعتصام اللي اعتصمنا مع السيده هذه اللي هنايا في الحاجه لينا، وعرفناها بانه راه مظلومه. الحمد لله والشكر لله، راه اليوم النيابه العامه راه تصنتت لها وتصنتت لها بامعان ورفعوا لها المعنويات ديالها، الحمد لله والشكر لله. تنشكرهم من هذا المنبر، هذه هي الدوله المغربيه الحقيقيه، هما هذوما الرجالات ديال الدوله، هذوما اللي خلاونا اليوم تناضلوا وتنكافحوا باش المظلومين ياخذوا الحق ديالهم، لانه بحال هاد المسؤولين هادو هما اللي تيشجعونا ومخليين فينا الروح باش يعني المغرب ديالنا يزيد لقدام بهاد الناس هادو. تنشكرهم من هذا المنبر. وكي شفتوا الاخوان السيده فين تتعيشها، كاين بيت واحد، كاين ولدها وكاين ولادو وبنتها، وداك الشيء يعني خليني من الكلام اللي تيقولوا الناس، حنا تنقولوا الحقيقه ووجهنا وبلاكتنا راه على ظهرنا، يعني تنقول واحد الكلام مسؤولين بالكلام ديالنا بانه السيده راه مظلومه في حقها، وراه الله عز وجل كاين في الوجود راه عادي تاخذ الحق ديالها ان شاء الله بحول الله، عادي تاخذه ان شاء الله، لانه الرجالات اللي حط سيدنا بغى التغيير، وهاد الناس بغاو التغيير. شوف هي من السرعه استجبت الدوله المغربيه للطلب لهاد المظلومه مسكينه، هاد الميمه اللي مظلومه، والحمد لله والشكر لله. تنطلبوا منكم هي المسانده ديالكم والصحافه ديالكم، يعني هاد الصحيفه ديالكم بانه راه في المستوى، راه تبعاتنا هذاك النهار وجات عندنا حتى اليوم حتى للدار. تنشكركم من هذا المنبر وتحياتي لكم، وشكرا، وراه السيده راه مظلومه، وشكرا للوكيل العام، شكرا 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 بزاف على التفاعل ديالك.